وصباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي يوكل معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا تحسوا ان هي مش مصريه شويه، بس فيها صنف اساسي وهو مصري. الصنف الاساسي اللي معايا النهارده البط، بس البط النهارده مش هنعمله بطرقنا التقليديه او بالطريقه العاديه بتاعتنا، لا هنعمله بالطريقه الكوريه. ايه هي الطريقه الكوريه؟ احنا عملناها قبل كده وناس كتير جربته وعجبها قوي، عشان كده حبيت ان احنا نكرر التجربه تاني النهارده. هنعمل ايه؟ هنعمل البط المقلي او البط الكوري زي ما بنشوفه كده في الفيديوهات. يبداوا يحمروه ولونه بيبقى غريب، تحسوا ان هو متحمر في الفرن. طب هو مشوي؟ طب هو مقلي؟ ما تعرفوش هو معمول ازاي الا لما بتشوفوا الطريقه بتاعته، وده اللي ان شاء الله هنعمله في حلقتنا النهارده. هنعمل ايه النهارده كمان؟ هنعمل صينيه رقاق، بس مش رقاق، هنعمل رقاق بس على البوتاجاز من فوق، بس مش اللي احنا متعودين عليه. يعني مش هنجيب الرقاق الناشف او الرقاق الطري ونبدا ان احنا نعمله رقات ونبدا نسقيه ونحط في النص لحمه مفرومه، ده مش هنعمله النهارده. احنا النهارده هنعمل رقاق الطاسه. هنعمل الرقاق مربعه بطريقه سهله جدا وبسيطه، بس مش برقاق، وده اللي هنشوفه برده مع بعض في الحلقه. هنعمل النهارده كمان نوع من انواع الشوربه، والانواع النوع دوت محبب جدا لقلبي بصراحه. هنعمله بالمكرونه، شوربه مكرونه، مكرونه محمره هنعملها شوربه، بتبقى في منتهى الجمال. ما تبقيش عارفه انت عايزه تاكلي طبق ولا تاني ولا تالت، ما تبقيش قادره توقفي نفسك من كتر حلاوتها ان انت عايزه كل شويه تاكلي منها. ده ان شاء الله هنعمله في حلقتنا النهارده. ان شاء الله الحلقه تنال رضاكم بوصفاتها بكل اللي فيها. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، عايز اصبح على كل مشاهدينا وافكرهم بحاجه مهمه جدا بارقامنا اللي بتظهر معانا على الشاشه. من اي رقم ارضي على 023835227، ومن اي رقم دولي على 00202338257. في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم واسئلتكم اللي تسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نبدا حلقتنا ونسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا ونشوف هنعمل ايه. عندي حلتين على النار، حله فيها ميه بتغلي، ودي هنسلق فيها البطايه هنقول ثلاث ارباع سلقه. ثلاث ارباع سلقه. طيب البط لما بنجيبه سواء مجمد او فريش من عند الفرارجي لازم نغسله على الناشف. يعني ايه نغسله على الناشف؟ الطريقه ديت انا ما بغيرهاش، سواء في غسيل حمام، سواء في غسيل بط، في غسيل فراخ، ايا كان، حتى الكرشه والكوارع لازم نفس النظام اللي هي الغسيل على الناشف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا يا ست الكل بجيبها اشطفها شطفه واروح حطها في مصفى، وارجع بعد كده اجيب كوبايه من الدقيق وارجع انطرها عليها وادعكها. ادعكها بمعنى ادعكها، افضل ادعك فيها كده من بره ومن جوه، اخلي الدقيق يدخل فيها كلها، واروح سايباها 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، على حسب الوقت المتاح لست الكل. ارجع بعد كده اروح فاتحه الحنفيه سرسوب رفيع كده، وامسك بقى الحاجه اللي انا نقعاها زي ما قلت لكم، بط، فراخ، حمام، ايا كان اللي انا نقعاه، واروح ماسكاه وابدا اصطف وادعك، اصطف وادعك، اصطف وادعك، انزل كل الدقيق. الدقيق ده كله اللي هو بيبقى غسيل على الناشف، بينزل ويسحب معاه كل الزفاره واي حاجه موجوده في الفراخ. تيجي تشميها مفيش ريحه زفاره، زيرو زفاره، زيرو زفاره. عايزه بقى تحطي عليها بعد كده عصره ليمون، عايزه تحطي بعد كده عليها سنه خل، بس انا بالنسبه لي ولا بحط ده ولا بحط ده. برجع بعد كده اعمل لها ايه؟ بحطها في ميه وملح علشان الانسجه من جوه تبدا ان هي تتلم، وفي نفس الوقت تبدا اللحم بتاعها يطرى شويه عشان تستوي معايا بكل سهوله، وفي نفس الوقت العظم بتاعها ما يبقاش فيه دم. دي طريقه المثاليه بالنسبه لي لغسيل الفراخ والبط والكلام ده كله. طيب عندي النهارده ميه بتغلي على النار، معانا مين؟ ام ملك. صباح الفل يا ام ملك. صباح الفل، شفنونا. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ وحشتينا وحشتينا. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك يا رب، تسلمي لي. امورين يا ام ملك. الو، صباح الهنا عليكي، عامله ايه؟ وحشتينا يا شفنونا حبيبتي، ما نحرمش منك ابدا، يسعد لي قلبك، تسلمي لي. سامعاني يا ام ملك؟ ممكن اطلب منك طلب؟ عيوني الاثنين 10 طلبات مش طلب واحد. عايزه طريقه ال اللهم ذكرني الفطير المشلتت. عينيا الاثنين، حاضر، نعمل لك حلقه مخصوص بالفطير المشلتت. عينيا الاثنين يا ام ملك، نورتيني. يلا بينا يا حمدي. ميه مغليه على النار، هتنزل مقادير البط المقلي معانا او البط الكوري ايا كان المسمى اللي انتوا عايزين تسموه على الشاشه. بيتعمل على مرحلتين، اول مرحله وهي مرحله السلق. السلق بتاعنا عندي ايه؟ عندي طماطم ارباع اللي هنشوفه على الشاشه هننزله. يلا يا رغده. رغده يلا. عندي ايه؟ طماطم ارباع، جزر حلقات، عندي دبس رمان، وعندي صويا صوص.
بص كل اللي انا بحطه ده شكيت فيكوا في لحظه كده. وعندي ايه؟ وعندي كركم وعندي زعفران، كل ده حطيناه في الميه بتاعه السلق بتاع البطايه. بصوا الشكل عامل ازاي. طيب ارجع بعد كده اعمل ايه؟ حبه من الملح صغيرين مش كتار، وحبه من الفلفل الاسود برضو صغيرين مش كتار بالشكل ده كده. بصوا بقى معايا، حطيت ده كله، وهجيب دلوقتي البطايه بتاعتنا واروح شايلاها كده. وقبل ما احطها، قبل ما احطها في الميه اروح ايه جايبه كده المناديل بتاعتنا، وانشفها من اي ميه. حتى هيقول لي صباح الفل يا دعاء، ازيك يا شيف نونا عامله ايه؟ ازيك يا قلبي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، انا بحبك قوي. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. على فكره انا بحبك قوي، بعمل كل وصفاتك وعايز اطلب منك القرص بعد اذنك. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، وتسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين يا دعاء. انا بحبك قوي، وكل ولادي بيحبوكي بيتفرجوا عليكي في الاعياد. ربنا يبارك لك فيهم وفي عمرهم يا رب، اللهم امين. ممكن اطلب منك طلب يا شيف نونا بعد اذنك؟ عينيا الاثنين، 10 طلبات مش طلب واحد. عينيا ممكن بس تكلمينا شويه عن تنظيم الوقت وكده عشان المدارس وكده، ونعمل ايه وما نعملش ايه بعد عينيا اذنك؟ عينيا عينيا. انا بحبك قوي قوي، مبسوطه ان انا كلمتك بجد. انا اسعد يا حبيبتي، نورتيني. وعينيا الاثنين يا دعاء. ربنا يخليكي لينا، وشكرا ليكي، وربنا يخليكي لينا طول العمر يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، ما نحرمش منك ابدا. نورتيني يا دودو، نورتيني. بصوا كده، شايفين لون الميه نفسه عامل ازاي؟ او لون الشوربه نفسها عامله ازاي؟ بصوا شايفين. طيب رغده، رغده سؤال مهم. حمدي معايا؟ طيب سؤال مهم، دايما فاتن معايا، دايما بنعمل ايه؟ بناخد شوربه البط نعمل عليها ملوخيه، نعمل عليها حبه لسان عصفور، نسقي بيها محشي. هل شوربه البط اللي احنا عاملينها النهارده دي اللي فيها دبس رمان وفيها صويا صوص وفيها الكلام ده كله زعفران وكركم وكده، هل ليها استخدامات؟ محشي ورق العنب. رغدة قالت لي دلوقتي الحاجه الوحيده اللي ينفع ان احنا نستخدمها فيها وهي محشي ورق العنب، ومش كلها تبقى من دي. معنى ايه ان مش كلها؟ يعني جزء يبقى الشوربه دي وجزء تاني يبقى شوربه اللي هي العاديه. طيب ده اختيار، هنشوف الاختيارات كلها او هنشوف الاراء كلها وبعد كده اقول لكم ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش. ايه ينفع نعمل فيها فراخ في شوربه البط؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ها قلت لي رز، ايه تاني غير الرز؟ ها يا فاتن يا ولية، عودي في حته بقى. ها ليه يا حمدي؟ بص هو في حاجات اساسيات ما ينفعش العب فيها. الرقاق اولا لو عملته بدبس رمان وصويا صوص ما بقاش رقاق، اولا هيغمق اللون زي ما ايمن ما قال، هيبقى غامق مش مديك اللون اللي احنا عايزينه. تطعيمته نفسها هتحس ان هو مش رقاق زي اللي احنا عايزينه او مش اللي احنا حابينه. تمام، ايمن قال لي رز، دي فكره هايله، فكره هايله. عارفين امتى اعمل بيه رز؟ لما اكون هعمل كبسه بط، اكون هعمل جنبها بط. يعني انا ممكن اعمل البطايه دي وابدا ان انا احمرها بالطريقه اللي انا عايزاها وهكمل بيها، واروح واخده الشوربه بتاعتها عامله بيه رز، ما عنديش اي مشكله. رز بالخلطه ما عنديش اي مشكله برده، بس برده لو دخله بط عشان يبقى فيه ميكس بين الاثنين. فرشه الايه؟ ايوه بالظبط، هو رز فرشه للبط. فالشوربه ديت ممكن ما هتضرهاش. طب انا ممكن اعمل بيها حاجه تانية؟ لا 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 لا، ايمن بيقول لي كشك. لا 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 لا، قوت منك دي، او كشك صيني. لا لا لا، ها نعمل سؤال.
نعمل سؤال، نعمل سؤال يا حمدي، نعمل سؤال. اول تليفون هيجي لنا دلوقتي يعني ويقول لي ايه ممكن اعمله بشوربه البط وهي داخل فيها دبس رمان وصويا صوص غير اللي احنا قلناه، هياخد جايزه من البرنامج او مني انا شخصيا. اول تليفون هيجي لنا يجاوب على اللي انا بقوله، شوربه البط بشكلها ده اللي داخل فيها دبس رمان وصويا صوص اهو، هل ليها استخدامات، هل ليها استخدامات غير اللي احنا قلناه؟ اول ملهاش، لا فيه، ما هو في دماغي بقى، انا مش هجاوب دلوقتي لما الناس تجاوب. معانا مين يا رغد؟ الرز وورق العنب جزء من الشوربه وجزء من اللا، ممكن تمشي صح، بس في حاجه تانية. بص 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 الذوق، بتقول لي طب ممكن اهبد بس انا مش عارفه صح ولا غلط. طب اهبدي يا حبيبتي. طاجن ايه؟ لا لا، بتقول لي طاجن معمر بالبط، لا خالص خالص. معانا ام اسماء، صباح الفل يا ام اسماء. ام اسماء صباح الخير. صباح العسل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مورين صباحك قمر وون. صباحك حلو زيك يا ست الناس، تسلمين. هو مش ممكن الشوربه دي ندخلها في الاندومي الكوري او في اي اندومي؟ ايوه كده ايوه كده ايوه كده، يا نهار ابيض علينا، شفتوا شفتوا، ايوه دي تعمل بيها نودلز. هي قفلت ام اسماء ولا ايه؟ خدتيها معاكي؟ ايوه كده، ما هي اصلا بيتعمل فيها صويا صوص ودبس رمان وبتبقى غامقه بالشكل ده كده، فانا ايه اللي يخليني اجيب حاجات من بره اعمل بيها اللي هو ال النودلز الكوري؟ طب ما انا عندي اهو. اه انت ما بتحبوش خلاص. برافو عليك يا ام اسماء. ايه؟ لا 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 لا، هي ال الكاش. برافو عليك يا ام اسماء، برافو عليكي، قسما بالله انا ما كنتش متخيله ان حد يعني هيفكر فيها، بس برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي. طيب سؤال كمان، لو انا شلت البط وحطيت مكانه فراخ وخدت الشوربه بتاعته او المرقه بتاعته وعملت بيها نفس اللي ام اسماء قالت عليها، ينفع؟ ده السؤال ده لينا هنا مش للهوا. ها هينفع؟ الايه؟ الشوربه هتكون خفيفه؟ انا النودلز مش محتاجه شوربه تقيله او دسم. هينفع؟ طيب حاجه كمان، انا بديكوا اختيارات وبدايل علشان تعرفوا ايه اللي احنا ممكن نعمله بنفس الخلطه والتتبيله دي. يا رغده، لو انا جبت لحمه شوحتها زي ما بشوحها كده، ما سلقتهاش، شوحتها زي ما بشوحها كده من غير ما احط لها ميه، وحطيت عليها الصويا صوص والدبس رمان وكل اللي انا حطاه دلوقتي دوت، واديتها شقشاق ميه في شقشاق ميه، هتطلع نتيجتها عامله ازاي؟ انا عارفه ان هو ينفع، بقول لك النتيجه هتطلع عامله ازاي؟ جدا صح كده. يبقى انا دلوقتي الهدف من اللي انا بعمله ده كله، من الهدف اللي انا بقوله ده كله، ان ست الكل اللي بتتفرج عليا دلوقتي عندها بط، عندها فراخ، عندها لحمه، ايا كان ينفع في اللي احنا بنعمله ده. ينفع للحمام؟ ينفع للحمام يا ايمن؟ ينفع للحمام؟ احشي الحمام ولما يجي يتسلق اسلقه في نفس الخلطه دي كده؟ اه طبعا، ما هو لا احنا ما نتكلمش اللي مكانه حاجه. تمام؟ هيغمق شويه وهيطلع لونه في منتهى الجمال. يبقى معنى كده ان انا ممكن اعمل حمام، تمام، واحط نفس اللي انا حطيته ده في الميه بتاعت السلق وابدا ان انا اسقط الحمامية حمامية حمامية، هتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. يبقى معنى كده ان احنا ممكن بط، حمام، فراخ، لحمه تنفع في الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي. طيب انا بعمل ايه دلوقتي وانا بتكلم؟ خدت سكر مكرمل، سكر وحطيته يتكرمل بالشكل ده كده، تمام، وهرجع اشيله من على النار بعد ما ساح بالمنظر ده. انا ولا حطيت معلقه ولا سباتولا ولا معلقه خشب ولا استلس ولا اي حاجه، هشيل من على النار كده، هنحط العسل الاسود ونطلع فاصل على طول، علشان لما نرجع من الفاصل اقول لهم احنا الخليط ده على بعضه كده هعمل بيه. يلا بينا، جاهزين؟ يلا بينا. شايفه
شايفين الشكل اللي انتم شايفينه ده؟ ده عسل اسود على سكر مكرمل بالشكل ده كده. هعمل بيه ايه او هعمل فيه ايه او ايه اللي هيحصل فيه هتعرفوا بعد ما نرجع من الفاصل. شويه صغيرين وراجعين. بطايتنا على النار بتتسلق نص سلقه او تلات ارباع سلقه علشان باقي التسويه بتاعتها هتكون محمره. يا روحي على الجمال. بصوا المنظر، شايفين لون البطايه عامل ازاي؟ الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر بالشكل ده كده. حاجه مهمه جدا في سليق البط، المفروض لما انزل البطايه تنزل على صدرها ولا تنزل على ظهرها؟ ده بقى هنجاوب عليه بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله باذن الله. اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم بعد الفاصل مع نونا والبلد زوج. ورجعنا من الفاصل، وقبل ما نطلع الفاصل سالت سؤال، لما بنيجي نسلق البطايه اول ما تنزل الميه المغليه اللي هي الشوربه بتاعتها بننزلها على الصدر ولا على الظهر؟ ولو مش هنديها صدمه، ها ولو مش هنديها صدمه وهننزلها في الميه على طول؟ ثانية واحدة ثانية واحدة. لا 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 والله لازم أقول للناس، والله وعزة وجلالة ربنا لازم أقول للناس. ميرنا هبدت وقالت إيه؟ قالت لي هنزلها على الصدر عشان الورك بيستوي بسرعة. ما هي حضرتك البطاية الصدر أهو والوراك نفس المستوى في نفس في نفس المسار بتاع الصدر، هو الوراك مش ورا هي وراك البطايه يا حبيبتي مش ورا، هو كلهم سوى واحد. ها في صدر البطايه مع الوراك بتاعتها وفي ظهر البطايه. فاحنا لما نيجي ننزل البطايه هننزلها على الصدر علشان لما تيجي تتسلق ولا على الظهر؟ ها زي ما قالوا ايمن قال لي لا لازم تنزل على الصدر الاول. طيب وهاني قال اه لازم تنزل على الصدر الاول علشان الصدر لازم بياخد تسويه اكتر، فشيء طبيعي يعني لازم الصدر هو اللي يبقى جوه الميه، حتى لو الظهر فوق شويه هيستوي كده كده هيستوي، لكن الصدر هو اللي هياخد وقت كتير. فعلشان كده بنعمل ايه؟ بننزل البطايه على الصدر بتاعها. ده ظهرها اهو، بننزل البطايه على الصدر بتاعها. طيب هنسيبها تكمل سواها. بسم الله. بس انا بصراحه محتاجه ان انا اطلعها دلوقتي. ليه بقى؟ علشان هعمل كده وهعمل كده ولازم اعمل كده. بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده شايفين لون البطايه عامل ازاي؟ واروح واخداها، يلا بينا، واروح واخداها وحطها هنا كده. لازم اسيبها. نعم رغده سالتني دلوقتي سؤال مهم جدا جدا جدا، هكلم ام مروان واخلي ام مروان هي اللي ترد عليها. ام مروان السلام عليكم، ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ حاضر. تسلميني. بسم الله. ازيك يا شيخ نونا؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انا اول مره اكلمك في حضرتك وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصالك ان شاء الله باذن الله. حبيبتي ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي لو انا حطيت البطايه علشان تتسلق وعايزه اعرف البطايه استوت ولا ما استوتش بعمل ايه؟ يعني هنشوفها من انهي، بندوس عليها من انهي مكان عشان نشوفها استوت ولا لا؟ اه بندوس على الجناح. على الجناح؟ اه بندوس على جناحها، لو جناح استوى كده البطايه استوت. متأكده؟ نعم؟ متأكده؟ ايوه، ما هو لازم، هو يعني اي حاجه بنحطها سليمه بندوس على الجناح عشان الجناح ايه هو اللي بيبين السوى، بدل ما ندوسها مثلا على الورك او السد.
متأكدة؟ أيوة يا فندم. آخر فرصة ليك يا أم مروان، متأكدة؟ غلط. إجابتك غلط يا أم مروان للأسف. طيب إزيك الأول، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما تكوني بخير، نورتيني. تسلمي يا رب. قولي لي ليكي أي طلبات؟ كنت عايزة أسأل على طريقة الكوكيز، بس معلش كنت عايزة طريقتها يعني إيه دلوقتي، تقولي لي طريقتها إزاي؟ عيني عيني، حاضر عيني، أسهل منه مفيش، عيوني الاتنين. طيب نجاوب على السؤال اللي اتسأله أم مروان. فاتن جاوبت عليه دلوقتي، وانا واقفه يا ام مروان وعماله اغششك وماسكه الشوكه واقفه عامله كده يا ام مروان. كان زمانك يا ام مروان كذبه كذبه حلوه يا ام مروان، انا واقفه ماسكه الشوكه وعامله كده يا ام مروان. طيب بنعمل ايه؟ باجي هنا عند الصدر بتاع البطايه. اولا الجناح ممكن يكون اسرع حاجه واسهل حاجه واقل حاجه ممكن تستوي لان هو ضعيف، فما ينفعش ان انا اخد سوى بطايه بسوى جناح. طيب بعمل ايه؟ بص كده يا حمدي، بمسك هنا كده عند الصدر واروح غرزه كده اهو. المشكله مش في غرزه الشوكه، ولازم شوكه مش سكينه يا ست الناس اللي بتتفرجي عليا، شوكه مش سكينه. المشكله في ان انا لما اشيل الشوكه، بصوا كده معايا اللي هيطلع من جوه، طلعت سوائل يبقى هي لسه عايزه شويه، ما طلعتش سوائل يبقى هي استوت وتمام وزي الفل. السؤال دوت اللي احنا سالناه جايزته الفاتن، عشان هي اللي قالت كل حاجه بس عماله تقول كده. طيب انا دلوقتي قلت ان انا مش محتاجه البطايه تستوي سوى كامله، فمعنى ان الشوكه دخلت بكل سهوله يبقى هي وصلت فعلا لنص السوى اللي انا عايزاه، ما استوتش كامل، بس محتاجه السوى الكامل بقى. السوى الكامل اللي هيحصل ازاي؟ زيت مقدوح على النار، وبص معايا يا حمدي، ده السكر والعسل الاسود اللي عملناه مع بعض. بالشكل ده كده شايفين انا عامله حله كبيره ازاي؟ شايفين انا عامله حله كبيره ازاي؟ عشان يا رغده، مش عشان ياخد البطايه بس، عشان لا قدر الله لو عملتيه في حله اصغر ممكن لا قدر الله يفور معاكي. طيب انا محتاجه، انتوا وديتوها فين؟ الكبشه الاستانلس. ماشي بصوا بقى كده، هعمل كده، ولازم الحركه دي لازم يبقى في ايديا مسن. طيب احنا معانا تليفون يا ام محمد. نعم. صباح الهنا. اهلا بك يا ست نون. صباح الفل، عامله ايه؟ اخبارك ايه يا ام محمد؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. انا وانت دايما يا رب. يا رب اللهم امين. انا اول مره اكلمك يا ست، وان شاء الله مش اخر مره. اني وبحبك جدا، ومن ساعه ما فتحتي وانا يعني بدات في القناه وانا بتفرج عليك. يسعد لي قلبك، يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. خدي رقم، ادي رقمك لرغده وعينيا الاثنين. نورتيني. بصوا بعمل ايه، بالشكل ده كده عشان البطايه تطلع معانا اكنها زي ما بنشوفها في الفيديوهات الكوريه بالظبط. بشمع وارجع بعد كده. خلاص انا شمعت، هرجع بعد كده انزل كده. اكمل تحمير واكمل تسويه للبطايه نفسها. هتتفرجوا دلوقتي على لون بطايه وتسويه عظمه بالشكل ده كده. الايه يخرز؟ مش سامعه. خرز؟ لا لا خالص، كل ده هيسيح اهو. بصوا المنظر عامل ازاي. نقلب كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الشكل؟
لون وتسوية ما شاء الله ما شاء الله. ما تبقوش عارفين هي. نعم نصبح على صابرين ولا صباح الهنا يا صابرين؟ ايه رأيك؟ تسلمي ايدك والله. سلم عمرك يا رب من كل شر. انا بحبك قوي والله. الله يبارك لي في عمرك ما نحرمش منك ابدا. الله يخليك ويحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين يا حبيبتي ما نحرمش منك. اموريني. انا كنت عايزاك يا ستي تكلميني بعد الحلقه بس. ادي رقمك لرغده وعيوني. تسلمي لي نورتيني. بصوا هنسيبها شويه وشويه وهروح قلبها الناحيه الثانيه علشان نشوف التسويه النهائيه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. بس شفتوا اللون بتاعها اكنها مشويه في الفرن. اكنها مشويه في الفرن. يلا بينا نعمل الوصفه بتاعتنا. هنعمل دلوقتي الله اكبر البطايه شكلها الله اكبر. هنعمل دلوقتي ايه؟ هعمل دلوقتي صينيه رقاق. الصينيه انا هعمل رقاقات فرداني. يعني ايه رقاقات فرداني؟ يعني عندي لحمه مفرومه هحط عليها بضايه وهحط عليها ميكس جبن وكل دوت هيتقلب مع بعضه وارجع احشي بيه العيش السوري بتاعنا بس هيبقى على شكل رقاق. فطاير مربعه كده على شكل رقاق هتطلع معايا في منتهى الجمال. نقلب البطايه بتاعتنا علشان لما نشغل في الوصفه الثانيه ابقى عارفه ايه اللي بيحصل. يا روحي على اللون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نسيبها تكمل تسويتها وتعالوا نشوف بنعمل ايه هنا. لحمه مفرومه متعصجه. عايزه تحط لها فلفل الوان حط لها، مش عايز تحط لها مش مهم، احنا بنحط الفلفل الالوان عشان يزود الكميه. طبعا في ناس كتير ما بتحبش الفلفل الالوان وحقهم عليا ان انا حاطه فلفل الوان، وهم لو بيتفرجوا عليا هيبقوا عارفين ان هم اللي مقصودين بالكلام. نعمل كده ادي بضايه علشان نمسك اللحمه مع بعضها، ميكس جبن اقلب ده كله كده مع بعضه. طبعا اللحمه فيها فلفل اسود فالبضايه عمرها ما هتدينا زفارة ولا اي حاجة. قلبت ده كله كده مع بعضه علشان الجبن تسيح معايا من جوه. طاسة على النار، هي مش طاسة هي جريل، انا متعمدة ان انا اعمل في جريل علشان انا محتاجة ان الفطاير بتاعتي تطلع شكلها مربى، لكن لو عايزاها شكلها مدور مش تفرق اي حاجة زي ما انت عايزة. طيب هعمل كده وادي عندنا اهو واحد مقطوع جوه واحد سليم، واحد مقطوع جوه واحد سليم. وهرجع اعمل كده بالشكل ده هتطلع رقاقية تجنن او فطيرة سموها زي ما تسموها. واعمل كده واروح عاملة كده واعمل كده، ولا بنورق ولا بندهن اي حاجة ولا اي حاجة بالمنظر ده. ان شاء الله تطلع مقاس الصينيه. جريلا عندي سخنه قوي ما ينفعش ان انا احط فيه سمنه واروح حاطه فيه الفطيره بتاعتنا او الرقايه بتاعتنا، لازم اهويه او اشيله من على النار شويه علشان ما يلسوا عليهش ناحيه وتبقى الجبن من جوه ما ساحتش، البضايه ما ساحتش. طيب هينفع ان انا اخد اللي انا عاملاه ده واحطه في الفرن؟ هينشف؟ ها كده كده هيدهن. ها هينشف؟ طيب برافو عليكم. لو انا خدته وعملته في الفرن هينشف، هينشف مش هيديني اللي انا عايزاه. الجريل عندي سخن، ادي شويه من السمنه يا دوب بس نزلت كده، واروح مرجع الزوايد اللي انا مش عايزاها. ونصبح على ام عبد الله ونقول لها صباح الهنا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أم عبد الله أنت منين؟ الله معاكي. أنت منين يا أم عبد الله؟ من لندن. أه
شوف نونا ده بجد؟ ازاي؟ الحمد لله انا بخير. ده بجد اللي حصل ده بجد يعني؟ انت معاي؟ انا معاكي والله وسامعاكي. طيب شيف نونا الحمد لله على السلامة. الله يسلم لي عمرك، الله يسلم لي عمرك. أنا لسه كنت جايبة سيرتك حالا، أنا لسه كنت جايبة سيرتك حالا وبقول الناس اللي ما بتحبش الفلفل الألوان يعني لو هم بيتفرجوا عليا هيعرفوا إن الكلام عليهم. اسمعيني من فضلك. سامعاك سامعاك. ممكن ممكن أرجوكي تنتبهي لنفسك ولصحتك. حاضر. عشان انت غالية علينا وكل الناس بيحبوكي، فأرجوكي انك انت ما تحرمينا من طلبتك. حاضر حاضر حاضر. في طلبات تانية؟ طيب بعدين الاوتفيت بتاعك اليوم يجنن. اي عينيك اللي تجنن والله والله عينيكي اللي تجنن. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي، الله يحفظك من عيون الحساد. اللهم امين. الله يعطيك الصحة والعافية ويفرحك بعيالك يا رب. يا رب اللهم امين. وخليكي دايما منورة المحطة. يبارك لي في عمرك. بس يا شفنونا الله يخليك يغيرونا الموسيقى تبعكم. حاضر هكلم الإدارة والله لو ينفع مش هنتأخر. حاضر عينيا الاثنين. هو انا يعني حاضر هنطلع فاصل. انا مش قادره اقول لكم انا مبسوطه ازاي بالمكالمه دي. ممكن ناس كتير ما تعرفش مين ام عبد الله، بس ام عبد الله كان من قيمه اسبوع او اسبوعين من قبل ما اغيب جالي بوكيه ورد حلو جدا 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 على القناه، وكان من ام عبد الله. عشان كده هي لما بتتكلم بقول لها هو ده بجد، هو يعني ده بجد انت اللي بتتكلمي. ام عبد الله في لندن. تمام. ف انا مبسوطه جدا 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 فوق مما تتخيلوا. انا مبسوطه يعني. انا مبسوطه، ما كنتش متوقعه حاجه زي كده، بس انا مبسوطه بجد ان هي كلمتني او عرفت توصل ان هي تتكلم، لان هي بقى لها فتره كبيره جدا بتحاول تتواصل بالقناه ومش نافع ان هي توصل. ف يعني يوم حلو، يعني مش هقول اكتر من كده. يوم حلو قوي بالمكالمه وبدايته حلوه جدا جدا جدا. ما نحرمش منك ابدا 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 ابدا، وربنا يديمك نعمه في حياتي. و بس يعني مش هقول اكتر من كده. انا بحبك جدا بحبك جدا بحبك جدا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يحفظك يا رب ويخليكي ليا ويحميكي انت من العين ويحفظك من كل شر. اللهم امين. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل هنعمل ايه؟ هنكون كملنا الفطيره الحلوه بتاعتنا دي، وهنعمل اتنين كمان، وفي لسه عندنا شوربه المكرونه. هنطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا. واطراف اي حته مستنيكم. ورجعنا من الفاصل. هنعمل ايه دلوقتي؟ عملنا البطايه بتاعتنا وهنركنها على جنب كده، واكبر دليل على ان هي استوت. بص هنا كده، ده معناه ايه؟ معناه ان اللحم بتاعها بدا يستوي وبدات ان هي تفصل من على العظم بتاع الرجل بتاع البطايه. طيب الرواق بتاعنا مش عايزين نستعجل عليه، عشان في جوه بيضايه وفي جوه جبن، فانا عايزاها عايزاها تسيح، وفي نفس الوقت عايزه البيضايه تستوي علشان تمسك لي المجموعه بتاعتنا كلها اللي هي اللحمه مع الجبن والكلام ده كله. طيب هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل شوربه مكرونه. شوربه المكرونه انا بعملها بطريقه مختلفه شويه، ان انا ما بخليهاش فاتحه، ما بخليش ان هي تبقى عامله زي لسان عصفور، لا انا بخليها شوربه مكرونه بس طعمه، اللي هو زي ما قلت لكم تاكلوا بوله واثنين وثلاثه ورا بعضها ما تحسوش باي حاجه. عندي مكرونه متحمره على النار،
عندي مكرونه متحمره على النار بالشكل ده كده. بص اللون بتاع المكرونه، انا مش عايزاها تبقى فاتحه ومش عايزاها تبقى واحده فاتحه وواحده غامقه. بص المنظر كلها تبقى لون واحد بالشكل ده. طيب وهي بتتحمر كده وهي سخنه على النار بعمل ايه؟ بروح جايبه معلقه من الثوم المفروم، ركزوا في اللي بقوله، واروح حاطه عليه قرن فلفل حامي، واروح حاطه عليه معلقتين صلصه طماطم بوريه بالشكل ده كده، مكعبين من المرقه، شويه من الملح، ما زودش علشان احنا حاطين مرقه، وشويه من الفلفل الاسود، وتقلبي يا ستي كل ده كله مع بعض بالشكل ده كده. شايفين؟ طب انا ليه ما خليتش التوم يتحمر وما خليتش الفلفل يتحمر وما خليتش الصلصه تتحمر؟ ليه؟ ها يا حمدي، ها يا رغده، ها مش مشكله ترد عليا وهي هنا. ها حمرت المكرونه، حطيت عليها التوم، وحطيت الصلصه، وحطيت مكعبات المرقه، وحطيت الفلفل، وما سبتهمش يتحمروا كتير، انا يا دوب قلبتهم على الني كده وهنزل عليهم الميه السخنه، ليه ما حمرتهمش؟ مش عايز مكرونه ايه؟ تغمق؟ لا. ها ليه ما حمرتهمش مع المكرونه كتير، او ليه ما حطيتهمش هم في الاول ونزلت عليهم بالمكرونه؟ عشان ايه؟ اقسم بالله ليكي عندي النهارده هديتين يا فاتن، بما اني مبسوطه وبصي فليكي هديتين يا فاتن. قالت لي انا انت حطيتيهم علشان يدوا طعم بس، مش عايزاهم ان هم يتحمروا علشان ما يدوش طعم طاغي، يا دوب بس يدوا طعم، عشان كده حطيت كله ني في ني بعد المكرونه ما اتحمرت. ابدا دلوقتي اعمل كده. بسم الله. طبعا احنا ما بنعملش مكرونه محمره، انا بعمل شوربه مكرونه. معنى كده ان انا عايزه ايه؟ عايزه ان الميه ايه؟ ميه كتير. الله ينور عليك يا ايمن. نعمل كده ونزود ميه. انا المفروض ان انا عايزه ميه زياده، صح كده؟ رحت واخده ميه من الحنفيه حطيتها في الكاتل وهشغل عليه. والله العظيم اللي هيجاوب السؤال دوت ليه عندي تاني فاتن لما لقيت تقول لي تاني. لا احنا قلنا في الاول ان المكرونه بتاعتنا احنا المفروض مش عاملين مكرونه، احنا عاملين شوربه مكرونه، فالمفروض نحط ميه كتير علشان تبقى مديانا شوربه ما تشربهاش. طيب انا حطيت هنا ميه مغليه ورجعت لقيت ان انا محتاجه ميه تاني، فرحت واخده من الحنفيه حاطه في الكاتل يغلي. ليه ما حطيتش من الحنفيه على طول؟ لا مش عشان ما تعجنش. مش سامعة، مش سامعة يا فتي. عشان ايه يا رغدة؟ ثواني يا رغدة، عشان ايه؟ مش بس في حاجة تانية، لو حطينا مية من الحنفية ايه اللي هيحصل للمكرونة؟ هي مش هتعجن. لا لا لا، هي فاتن قالت نص الاجابه صح. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي حطيت ميه مغليه والميه خلاص بتغلي، لو جبت ميه من الحنفيه حطيتها على المكرونه وهي بتستوي كده وفي ميه مغليه، اولا هتوقف سوى المكرونه وده صح، بس هنلاقي المكرونه ايه؟ عضمت، تحس ان هي مكسره، تحس ان هي مش هتستوي تسويه مظبوطه. حته ان هي تكون بتغلي ميه سخنه وراح حط لها ميه من الحنفيه عاديه او تكون ساقعه، طبعا هتلاقيها ان هي وقفت السوى، هتلاقيها كسرت، عضمت، بقت مكسره، مش هتديك التسويه اللي انت عايزاها، هتلاقيها شوربه لسان عصفور مكسر. ليك النهارده ثلاث جو، الحلقه النهارده لحسابك. فعلشان كده ما ينفعش ان انا اكون حاطه ميه مغليه وارجع اجيب ميه من الحنفيه احطها. اهو بص المنظر عامل ازاي. طيب هل الميه اللي انا حطها دي قليله ولا كتيره؟ محدش يقول لي ان هي، نعم. مش هيبان دلوقتي، الله ينور عليكي، بس احنا احتياطي بنعمل ايه؟
بنزود ميه. الله ينور عليك يا عيني. يلا بينا نزود الميه كده ونسيبها تستوي براحتها. نعم ماشي، اسيبها بقى دي كده تستوي. وسؤال مهم حالا دلوقتي حاضر على دماغي، جاهزين؟ حاضر على دماغي. هنغطي المكرونه ولا مش هنغطيها؟ السمنه فين؟ ها هنغطي المكرونه ولا مش هنغطيها؟ ما هي اصلا سخنه، لا سخنه وبتغلي. ها هنغطي الميه الحله ولا مش هنغطيها؟ بالورد. ماشي، ما لازم يكون في سبب. ها نغطيها بالورد بس لازم يكون في سبب. ليه؟ برافو 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 برافو، علشان لو غطينا الحله تغطيه كامله المكرونه هتشرب الميه على طول وهتبدا تبقى مكرونه مش شوربه. برافو عليكي. طيب نيجي دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن طقمنا اللي احنا بنشتغل في النهارده. بس انا مش هتكلم عليه كلام عادي. ليه مش هتكلم عليه كلام عادي؟ لان النهارده عندنا مفاجاه كبيره جدا وهي عيد ميلاد سوق المطبخ. عيد ميلاد سوق المطبخ، عيد ميلاد سوق المطبخ يعني في مفاجآت، عيد ميلاد سوق المطبخ يعني في خصومات، عيد ميلاد سوق المطبخ يعني في هدايا، وبما ان النهارده مبسوطه فالنهارده هيحصل حاجات محدش يتخيلها. اللي هي ايه؟ ان طقم الحلل اللي حضراتكم شايفينه النهارده اللي احنا اشتغلنا فيه ل10 قطع رجع من تاني بألوانه. غير كده عليه طقم توزيع هديه، تحطينه في الجنب كده ليه؟ طقم توزيع هديه. غير كده ان النهارده كل منتجات سوق المطبخ عليهم ايه يا رغده؟ عليهم ايه؟ شحن مجاني لكل منتجات سوق المطبخ. النهارده شحن مجاني لكل منتجات سوق المطبخ. كل سنه وسوق المطبخ طيبه، كل سنه وكل الناس طيبه. النهارده الطقم، نعم الطقم العشر قطع ارخص طقم فيكي يا مصر وفي الوطن العربي. الطقم العشر قطع النهارده ارخص طقم فيك يا مصر وفي الوطن العربي علشان عيد ميلاد سوق المطبخ. شحن مجاني، في عروض النهارده بتوصل لخصومات، وخصومات النهارده بتوصل ل 40%. النهارده هتدخلي على الصفحه هتشوفي كل المفاجآت اللي موجوده. كل العملاء النهارده بتوع سوق المطبخ ليهم مفاجأه. كل العملاء النهارده بتوع سوق المطبخ ليهم مفاجأة، كل الناس اللي هتحجز النهارده ليها مفاجأة، غير الخصومات، خصومات بتوصل لـ 40%، عندك هدايا مجانية، عندك شحن مجاني على كل المنتجات، كل الموجود، كل اللي مطلوب من حضرتك تدخلي على الصفحة وتطلبي على أرقام، ثلاث أرقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقة العادية. ثلاث أرقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقة العادية. ندخل على الصفحة ووريكم الصفحة الأصلية والرئيسية لسوق المطبخ شكلها عامل إزاي. آدي صفحتنا الرئيسية والأساسية أهي. آدي الصفحة. آدي الصفحة الأصلية والرئيسية لمنتجات سوق المطبخ كلها. أنا اللي فوق دول شايفيني؟ رغدة بتقول لي كده. شايفين؟ آدي صفحة سوق المطبخ عليها واتساب. وتدخلوا تقدروا تطلبوا كل العروض اللي موجوده. النهارده عيد ميلاد سوق المطبخ، ارقامنا على الشاشه ثلاث ارقام للثلاث شبكات، عرض ما يتعوضش بمناسبه عيد ميلاد الثاني لسوق المطبخ، عقبال العمر كله ان شاء الله باذن الله. تعالوا نشوف العرض بيقول ايه. بمناسبه عيد ميلاد سوق المطبخ الثاني عملنا لكم عرض ما يتعوضش، بنقدم لك طقم جرانيت 10 قطع اللي كلكم بتحبوه بسعر حصري. النهارده طقم ال 10 قطع بارخص سعر فيك يا مصر انت والوطن العربي. على مدار الوطن العربي كله أو على مستوى الوطن العربي كله النهاردة أرخص طقم فيك يا مصر، أرخص طقم فيك يا مصر. أنا ليه بحب الطقم ده أو ليه برشحه لكل الناس اللي بتفرجوا عليا؟ عشان أكبر حلة فيه خدت البطاية النهاردة زي ما انتم شايفين كده، كان ممكن تاخد بطاية تانية. حلة مقاس 32 تعملي فيها بط، تعملي فيها فراخ كذا فرخة، تعملي فيها حلة محشي ما شاء الله، لو عندك عزومة تسد معاكي. عليهم إيه النهاردة كمان الطقم العشرة ده؟ عليه طقم توزيع سيليكون هدية. فوقيهم كمان في ايه؟ ضمان 3 سنين. فوقيهم كمان في ايه؟ في شحن مجاني. يعني كل اللي هتاخديه النهارده من سوق المطبخ شحن مجاني. ايه اللي موجود تاني عندهم اقدر اخده يا نونا؟ اهو بص البوست بتاع عيد ميلادنا انا وحميد وحسين اهو، ما شاء الله كل سنه واحنا مع بعض، كل سنه واحنا سوا، كل سنه واحنا سوا. محضره الطعام ونازل عليها كنكه هديه اللي احنا اتكلمنا عليها،
عندكم النهارده كمان ما شاء الله اللهم بارك العجانات عندكم، اطقم الحلل عندكم، رشفات عندكم، كمان الصواني الالومنيا والصواني التيفال عندكم، كمان الاطقم البايركس عندكم، المكنس عندكم، اطقم الميلامين عندكم، الفرن ال 14 ال 45 لتر عندكم، كمان ما شاء الله الكاتل عندكم، الهاند بلندر عندكم، الكبه اللهلوبه عندكم، المروحه. هو متهيألي صفحه سوق المطبخ مش مخليالك فرصه. نعم مول شامل كامل. صفحه سوق المطبخ مش مخليالكوا فرصه ان انتوا تفكروا تشتروا حاجه من بره، او مش مخليالكوا فرصه ان انتوا تفكروا ايه اللي ممكن اشتريه وايه اللي ممكن ما اشتريهوش. كل اللي موجود في صفحه سوق المطبخ انت محتاجاه، كل اللي موجود في صفحه سوق المطبخ انت عايزاه في البيت عندك. فعلشان كده بقول نحضر النهارده الخصومات بتاعتنا ونلحقها. النهارده عيد ميلاد سوق المطبخ، معنى ان هو عيد ميلاد يعني هو يوم واحد في السنه، يعني اليوم الواحد اللي في السنه ده لازم تستغليه وتمسكي فيه بايدك واسنانك. والله بقى ده يعني ده تعرضيه عليهم بقى، هم يوافقوا ولا ما يوافقوش. فالنهارده باذن الله عندكم شحن مجاني، عندكم كمان نظام تقسيط اللي هو فاليو، اللي هم هيكون عندكم الابلكيشن على التليفون في رصيد بتسلي بيهم وخدي النهارده كل اللي انت عايزاه بخصومات توصل ل 40% وكل المنتجات عليها شحن مجاني. يعني انا لو طلبت الفرن يا نجا يا رغده دلوقتي هيدوني شحن مجاني؟ اه، وهتاخدوا كمان خصم 40%. يعني انا لو طلبت الطقم ال 10 النهارده ده هيبقى عليه خصم 40%؟ ده نازل بارخص سعر، ارخص طقم فيكي يا مصر وعلى مستوى الوطن العربي كله النهارده نازل وعليه طقم سيليكون. هتاخدي الطقم 10 قطع، هتاخدي طقم سيليكون هديه ببلاش، طقم سيليكون هديه ببلاش مش هتدفعي ثمنه، فوق ده كله هتاخدي شحن مجاني، شحن مجاني على الطقم ده بس. على كل منتجات سوق المطبخ النهارده الشحن المجاني شغال ايا كان اللي هتاخديه، بس انت عبي واختاري، بس انت اختاري وقولي لهم انا عايزه، ما فيهاش اي مشكله، انت بس نقي واختاري وهم عليهم التوصيل لحد باب البيت من غير ما ياخدوا منك ولا مليم زياده. تلات ارقام للتلات شبكات، صفحتنا موجوده على الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها تنقوا كل اللي انتوا عايزينه وانتوا قاعدين في البيت. حاطين رجل على رجل، بتتفرجوا على التلفزيون كده وتتفرجوا على البرنامج دلوقتي وترفعوا سماعه التليفون. صباح الخير، من فضلك انا عايزه الطقم اللي لونا بتتكلم عليه بخصم 40% وشحن مجاني وعليه طقم سيليكون هديه. عينيا الاثنين، حاضر يا فندم، عنوانك والبيانات. طب لو سمحتي انا عايزه كمان ازود مثلا الفرن، هل هاخد عليه برضو شحن 40% ولا انا هاخد على توتال؟ صوتي لو راح هتبقى سوق المطبخ السبب، انا بقول اهو. هاخد 40% على كل حاجه ولا هاخد 40% على توتال الفاتوره؟ على كل حاجه، يعني هتاخدي طقم هتاخدي عليه خصم 40%، هتاخدي معايا فرن هتاخدي عليه خصم 40%، هتاخدي معايا محضر الطعام هتاخدي عليه خصم 40%، هتاخدي الخلاط كل جهاز عليه، احنا بنحرق اسعار صح كده، هتاخدي على كل حاجه خصم 40% وكل حاجه هتوصلك شحن مجاني، كل حاجه هتوصلك لحد باب البيت وكل اللي عليكي مكالمه تليفون. ثلاث ارقام للثلاث شبكات موجودين قدامك اهو، ايا كان شبكتك ايه بسعر الدقيقه العاديه، بسعر الدقيقه العاديه هيجي لك الاوردر لحد باب البيت، توديه لبنتك وتجهزيها وتتهنى بيها ان شاء الله باذن الله، وتتجهزي على مهلك وعلى راحتك. الحاجه موجوده بضمان ثلاث سنين، ودي حاجات مش هتلاقيها الا في صفحه سوق المطبخ وبس. منتجات مضمونه، منتجات بتاخديها وانت مغمضه، منتجات بتاخديها وانت حاطه في بطنك بطيخه صيفي، انت بتاخدي جوده كويسه وجوده عاليه بسعر قليل بضمانات ما شاء الله بتصل لثلاث سنين بخصومات كتير جدا بشحن مجاني، علشان النهارده اليوم ما يتعوضش. سوق المطبخ يا جماعه النهارده بتحتفل بعيد ميلادها ولازم كلنا نحتفل معاه، مش نحتفل معاه ان احنا نقول لها كل سنه وانت طيبه، لا ده احنا هنقول لها كل سنه وانت طيبه وكمان نستفاد بالخصومات والعروض والشحن المجاني والهدايا اللي هم عاملينها. على مدار اليوم تتابعوا الصفحه علشان كل ساعه في عرض جديد، كل ساعة في مفاجأة جديدة، كل ساعة في خصم جديد، كل ساعة في هدية جديدة. بس كل سنة وسوق المطبخ طيبة، وكل سنة وكل الشيفات طيبين إن شاء الله بإذن الله، ودايما مع بعض ودايما سوا علشان نوصل لكل مشاهد وكل متابع بيتفرج علينا أكتر حاجة بيحبها وأضمن حاجة بجودة عالية وبسعر قليل. شكرا سوق المطبخ إن أنتم موجودين معانا، وكل سنة وأنتم طيبين.
شكرا ليكوا، شكرا يا حمدي، شكرا يا محمود، شكرا يا فاتن، شكرا يا خالد، شكرا يا ايمن، شكرا يا رغده ويا ميرنا، وشكرا كل الناس اللي كانوا موجودين معايا النهارده. شكرا لدينا بومبو هي ورغده على المفاجاه الحلوه اللي حصلت لي النهارده في الحلقه دي، تعتبر مفاجاه حياتي بصراحه. اتبسطت جدا بمكالمه ام عبد الله من انجلترا، نورتيني نورتيني، واتبسطت جدا بكل مكالماتنا اللي جات لنا النهارده على راسي كلكم. نورتوني واسعدتوني. الحلقه النهارده كانت حلوه وحلوه بيكوا اكتر، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وصفاتنا النهارده ان شاء الله اللي عايز يشوفها تاني او يستفاد بعروضنا يشوفها في الاعاده ان شاء الله باذن الله الساعه 10 بالليل. بسيبكم بقى في حفظ الله واشوفكم في حلقه جديده بكره الصبح الساعه 10. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.